انا الاخوان السيبيا من بعد ما غسلتها مزيان هيا فرشتها هنايا تشمش، غنخليها واحد 3 ايام ولا 4 ايام هنا تتشمش مزيان، عاد غنشدها غنحكها مزيان بداك الجيكس تاع السلك، نحيد منها هذه الكحوليه كامله ونعاود نغسلها مزيان، عاد نفرش لها شي حاجه نقيه ونشمشها عاود ثاني واحد 3 ايام عاد نقدمها للطيور. هذه هي طريقه الاستعمال الاخوان. دابا راه غسلتها مزيان بالماء وغنحطها هكا وغنخليها تشمش 3 ايام تقريبا حتى تيبس، ونشدها ونحك ليها كاع داكشي الكحل كله بالجيكس تاع السلك تيتنقى مزيان، ونغسلها مزيان بالماء عاد نفرشها في شي بلاصه نقيه ونخليها عاوتاني واحد 3 ايام اخرى تاع الشمس تضرب فيها الشمس مزيان، ديك الساعه قدمها للطيور ديالك بالصحه والراحه. تحياتي. شوفوا واحد التيكورا الاخوان، الكايدوشين الصغيره تابعه للفيزون، شوفوا الكايدوشين راهي شتا تابعه للفيزون صغير ورا وحقرا على الكبير. شفتوا هاد التيكور؟ شوف شوف من الصباح من الصباح يا دابا هذا تبع هذيك الكاي دوك السمان كاليفورني زعما، ماشي كاي دوشي السمان كاليفورني، هذاك الصغير شوف شوف من الصباح هو تبع دوك. جالس انا كنصبغ انا نتوما جالس خدام في الصباغه، ها هما اللوينات اللي صبغت، هادو العشاش الكبار ها هما بالمجوره ديالهم، شفتوا هما الاخوان ها هما انا خدام فيهم في الصباغه وباريز رانا حاضر الطيور هكا كنتفرج فيهم حتى كنشوف هذاك من الصباح هو تابعو ماشي كيضربو يبقى تابعو وبحال لعب معاه قاش جالسين كيدورو من الصباح هما كيدور تابعو تما فين ما هرب هذاك تابعو هذاك كاليفورنيا لا سقط فيه شتي 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 اللهم بارك. يلا نكمل الخدمة دابا الإخوان. تحياتي. هانتوما الإخوان دابا الكوبلات نتاع البيروش خاصهم يخدموا الإخوان ياك، شوفوا معايا شنو غادي ندير لهم دابا، تبعوا معايا تشوفوا. هانتوما أول حاجة الماء غادي يحيد عليهم دابا كاملين، كندير ليه بحال هكا، هانتوما شوفوا معايا كندير ليه بحال هكا، كلشي كلشي كاع الكوبلات غادي نخدم دابا انايا مع البيروش باب بغاوات وداك الشيء مازال ندير لهم هكا. هذا باقي خاوي قلت لكم هما هذاك الكوبلا ولكن راه حتى هو حيت حتى الكوبلا غنطلقها دابا، هادو غندير لهم هكا زيت وغنخليهم الاخوان دروك تقريبا واحد ساعتين بلا ما، يعني غيبقاو تيعطشوا الطيور كاملين. هاد الصفحي ليه اجي هنا، هادو تاهما خصهم يتحيدو وتبعو معايا غتعرفو علاش. دروكا الطيور عندي منين انستاليتهم عطيتهم العشاش وكلشي تحتي الماكلة والاحتياجات ديالهم، يعني خاصهم يخدمو دغيا، وباش يخدمو دغيا الاخوان هادشي راه حيت انا عندي الكترة، وما انا البرنامج نتاعي راه نتوما غتشوفوه في الحلقات الطبيعي والوصفات، غنبدا نديرهم لجميع طيور الزينة منين غنسالي الخدمة. شتو راه باقا عندي التمارة، ملي غنسالي الخدمه غنولي كندير البرامج. دروكا حاليا هاد الكوبلات بغينا نخدمهم، غنوريكم كيفاش نخدمهم من بعد ما درت لهم تريتمون ديالهم وصحتهم كاملهم الحمد لله مزيانه. ما عليناش نكملوا هادو، كي قلت لكم غنخدمي مع البيروش، يعني البيروش دابا الكناري وهذاك الشيء الاخر مازال ارى لي هادي دياموند جولد كذلك مازال، لان باقي ما درت ليهش العشاش ما غاديش نخدم مع هذا البرنامج اللي غندير مع البيروش. والباتي ديالهم هي صايبتها دابا نحطها لهم، ودابا نقول لكم شنو درت فيها. دروكا الدور ديالنا هو الثيوري تاع التشو، ماشي تسمع الثيوري تاع التشو تخليهم تا النهار كامل بلا ما، راه واحد ساعتين ويستحسن بالليل فاش كيبيو ينعسو كتحيد المشربات، والصباح بكري كتجي دير هاد العملية، تيكونو عطشانين كيجيو يشربو ديري. ولكن انت دابا حيت يلا بدات كتسخن الشمس لوحدها النهار هادي، انا غنخليهم تقريبا واحد ساعتين بين تجيبي تلقاهم عطشانين كلهم، اول ما تحط لهم المشربات غيمشيو يبداو يشربو. هادو تا هما هادو تا هما كلشي كلشي شتي بدات كتدخل العش شتو. هادو تا هما الاكولي اللي عزاز عليا الاخوان تا هما. هادشي فيه تمارة الاخوان ياك، ماشي بحال طويار ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة،
الا كانوا عندك القفصه بحال هكا هكا تولي النهار كله انت مقابل وما انت يلبح قد جيت لهم شوف المشري باك يا خوات هنا يعني راك خص تقابل والعنايه والنظافه شوفوا المسارح والقفصه كلشي النظافه ما كنخليش شي قفصي يتهمل انتما يعني كلشي النظافه عندي النظافه في الارض والنظافه الفوق انتما شوفوا كل صباح التسياق واخا انا خدام وما مساليش ولكن ديما التسياق وديما النظافه وديما الطيور نقيين وديما الماء نقي وديما الماكله نقيه هذا هو سر التربيه الا كنتي كتهلا في النظافه والنقاوه راه بيكونوا عندك الطيور كلهم ناجحين ان شاء الله بحول الله نكملوا خدمتنا الزيت ارا ليا شكون باقي شكون باقي تا هادو تا هما الباسيفيكس عزاز عليا نخدموا معاهم تا هما هادو تا هما هادو تا هما تبارك الله تبارك الله ارا ما تعمر في المشريبات انا زيت كاين الكوبلات اللي كتلقاوني داير لهم ثلاثه المشريبات كاين سبحان الله العظيم الاخوان شي كوبلات اللي كيشربوا بزاف ماشي بحال الكوبلات الاخرين كاين الكوبلات اللي كندير لهم مشريبه وحده وكتلقاها باقي عامره لهم الغدلاه وكاين الكوبلات اللي كندير لهم جوج مشريبات وكتلقاهم دغيا كيخويوهم كاين اللي كيشرب بزاف سبحان الله العظيم الله اسمح لي تا الكاكاريكي غنخدم معاه تا هو وتا هادو تا هما غنخدمو معاهم هادو كيشربو بزاف شوفو شحال داير ليهم والله الا كيشربو بزاف تبارك الله الاخوان وهي قلال يعني كاينين تما جوج ربعه خمسه سته البياسات جوج ربعه سته البياسات ولكن داير ليهم سته المشريبات كبار كيشربو تبارك الله بزاف ومن طبيعة الحال انا ما نبغيش نخلي شي شوفوا النظافة اللهم بارك شوفوا المسرح كي داير ديما نقاو الاخوان باش ما تكون عندك لا قميله لا حتى شي حاجه شكون اللي بقى بقاو هادو انا ليا زيت هادو هما يعني دابا هاد السيفايه اللي غادي نخدم معها دابا الاخوان اما بالنسبه للموانو دياموند جولد وداكشي الاخر دابا نوريه لكم ولكن ما غنخدمش معاها وغنخدم مع هادو حتى هما كوبلات زوينه اللهم بارك ما شاء الله ليلى ما هضر الله يرحم باك وحق الله الاخوان الا كيطيروا في الهضره ليلى ما هضر هضر حتى انت ما عرفتكش واش انت ولا انت المهم هادي كوبلا شكون هو تذكروا شكون هو انت والله وعلم الاخوان فهادي خصني حتى نشوف لهم الخاتم ونشوف الوراق ديالهم حيت هادو راهم باقيين نشوف لهم وريقاتهم عاد نعرف شكون تذكر شكون دوير هما والله الا بجوجهم تيطيروا في الهضره وحفظوا سميت البنيه وتعيطوا عليها تبارك الله ما شاء الله ما عليناش نرجعوا لموضوعنا قلنا مشريبات هما يلا ومعايا نوريكم شنو غادي ندير السلام عليكم الاخوان كيف راكم كلشي مزيان مملكه عاشق الببغاء راه هي باقي با تزوق من على برا وبا تنور حتى هي نسالي لداخل ونرجع لبرا ديالها ما عليناش كي شفتوا المشريبات وهداك الشيء شنو غادي ندير بيت نجي الفيرما دابا هنايا بيت نهز الماء ديال البير باش يكون طبيعي 100% ونقي واخا راه كاين عندي في الدار نتاع القرابات درت دوك القرابات كثار ولكن بيت نهز نتاع البير وبيت نهز نتاع داك البير الطبيعي غنوريكم منين غادي نهز وغادي نمشي ندير لهم واحد المكون مهيج باش يبداو الخدمه ان شاء الله نتاعهم تبعوا معايا غادي تشوفوا شنو غادي ندير راني غادي وفي نفس الوقت بين نشوف انا شي عصيات مقطعين وفي راسكم الناس اللي المنطقه هنا بيقولوا شكون هو هذا الموسخ اللي سكن حدانا مع هاد الايامات ديما جاي ما عمرني كنت مفركس ديما كنكون خارج ما عمرني كنت لابس شي نهار شي حاجه مزيان ديما حوايج الخدمه كل صباح ندير خدمه عامر بالصباغه عامر بكل شيء بيقول لك شوف هذا الحفار هذا اللي جا سكن حدانا غادي شي يعرفوا بيقول لك هذا ديما محفر لابس الحوايج ديما موسخين بالصباغه حيت انا كل صباح خارج تنخرج نجي الفيرما هنا تنجيب واحد بهاد الحوايج هكا مكرفسين كل مره لابس حوايج عامرين صباغه ومكرفسين ولكن ان شاء الله تتسالي الاشغال عاد نبداو الطبوكيس تحياتي ها هي شتي قلت لكم جوج خطوات تتوصل ديريكت للفيرما اللهم بارك تدير هكا انا ما شاء الله اللهم بارك الشريج عامر هكاك علاش طافي البير دروك الطاقه الشمسيه هي الواقفه وانا نقول لكم الفكره ديالي شنو هي انا الاخوان
البيدو باش ناخذ الماء واجي نوريكم واحد اللقطه باش تفهموا. اللهم بارك. نحطوا البيدو بعدا هنايا. هاد الجعبه هادي شفتوها الاخوان ياك؟ ها نتوما غاديه، هادي هي اللي جايه من البير الجديد، داك اللي كنتو شفتو معايا في الحلقات القدام تاع السولدا، راه هي غاديه من داك البير الجديد، كتجي كتكب ديريكت في الشارج هنا، والشارج فيه السواق تما باش كيتسقى الرمان. شوف الرمان اللهم بارك كينبت دغيا. دابا نوريكم هذاك الشيء تما، ما عليناش، هذا البير الجديد اللي قلنا. شوفوا البير القديم اللهم بارك اللي ما كانش فيه الماء، راه هو شفتوه، ها هي طالعه منه واحد الجعبه. هذاك البير اللهم بارك ولا فيه الماء موجود، تبارك الله ما شاء الله، هي الجعبه ديالو. والبومبا مطلعه شتيه، وهذا الماء حلو اللهم بارك. عرفتي دابا فاش كتشد الكاس كتشرب من هذا، فيه مذاق في شكل، وكتشرب من هذا كتلقى مذاق اخر في شكل اخر، يعني مختلفين عليه، وهذا زوين عليه. هكاك عرفتي شنو هي الفكره الاخوان؟ الطاقه الشمسيه ها هي شتوها، اشنو بغيت ندير؟ المحميه راه هي كاينه تما، بغيت ندير طاقه شمسيه تما، وبغيت نجيب واحد التيوات الخيوط نتاع الضوء يدوزو من تما لهنا، وغادي نطلع هذا التيو هذا هو شتوه. هاد التيو هذا اللي كاين في هذا البير غيطلع ديريكت للدار تما، بيولي تيكب في واحد الخزان تما، بيت نولي انا كنستعمل في الدار للتيوره والتسياق وكل شيء، بيت نولي كنخدم بهذا الماء هذا نتاع هذا التيو اللي كاين هنا. يعني دروكا من بعد هادي هي الخدمه ان شاء الله اللي بغيت ندير، بغيت ندير بحال هذا التيو طويل بيطلع من هنا هكا بيمشي في الطريق بيطلع للدار، ويكون واحد الخزان بيولي تيكب تما تنعمر، وبيه باش كنسيق وباش كنعمر التيو. فكره ناجحه الاخوان ان شاء الله، هي اللي غادي نخدم عليها دابا. ودابا غادي نعمر الماء، ولكن ما غنعمرش هذاك كي قلت لكم غنعمر هذا حلو وزين. تحياتي الاخوان تبعوا معايا غادي نعمرو. عاد ديك الساعه ملي غادي علاش جبتو هنا باش نعرف الليترويات اللي كاينين في هذا، غنعمرو كاملو وغادي ندير فيه هذاك البرودوي باش نعرف القياس اللي غادي ندير لهم، وديك الساعه بيت نعمرو الشريبات كاملهم التيور من هذا، بين ما يكونوا عطشوا. دروك انا غادي نجيب بكم دوره شويه خفيفه هنا ونعمر الماء، ونتسنى واحد شويه نقطع شي عصيات غيخصوني البيروشات نيت نتاع العود، وغنحيد لهم هذوك البلاستيك، هي هذيك يكونوا عطشوا باش نعطيهم الدواء. تحياتي الاخوان نعمر الماء باش نغسلوا هذا بعدا هو الاول مزيان. صافي المهم العمليه راه باينه، غادي نحيد التليفون حتى نغسلو مزيان ونعمرو، ويلا نوريكم هذاك الشيء اللي كاين تما ان شاء الله، ونوريكم البير اللي جاي منه هذا التيو. انتم الاخوه اللهم بارك، شوفوا الرمان كي ولا. ديك المره في الحلقات القدام كان هرش جرير كله هو طايح، شوفوا اللهم بارك بدا كينور، ولكن ها السبب هو الارض ديما محروطه اللهم بارك، وشابع عامه. دوكا الشارج راه غير واقف، وباش كنطلقوه ها انتم، ها هو الشارج شتيه، كتجي لبيتي تطلقوه ها انتم، شوفوا هذا كتجي هكا ها انتم الخير اللهم بارك. وبحال هذا كاينين لا راه هما حتى هما كتطلقهم، راه هو فين تيبان باش نقرب لكم الزوم شتيه، حتى هو كتطلقو كيسقي لك الفيرما كامله اللهم بارك. غنوريكم البير، شوفوا في دقيقة دغيا عمر اللهم بارك، شوفوا صافي. وهذا الشيء كيدوز في السواقي، كتحل لهم الطريق تبقى غادي شي كيسقي شي كيسقي شي، وكتسقى الفيرما كاملة اللهم بارك في ساعات المكانة صافي. ودابا حيت مسقية أصلا يعني راه بيتي تسدو الشاري جيتي عمرو كنحبسو، يعني ما كنخليهوش يبقى خدام، لأن راه الماء الحمد لله راه الأرض شبعانة، ما كاينش لاش تبقى كتضيع الماء هكاك تلقو. أجي نوريكم الآخر. انا الاخوة اللهم بارك انتم غادي نشتو الرمان كي ولا، ها هو التيو نتاع البير اللي دايت شتاه، غادي تا البير ها الارض هي كلها هي مسقيه اللهم بارك، وراه تما مزروعين شي لعيبات. دابا نوريهم لكم تينبتو ان شاء الله وتشوفوهم. انتم الارض كلها هي شبعانه مرطبه، الخضوره بدات كطلع اللهم بارك. ها التيو اللي جاي من البير، ها انتم ها الاخر، ها هو اللي قلت لكم، وكاين واحد اخر راه هو ليه حتى هو، وكاين واحد اخر في الفيرمات الاخرين ليه، لان راه عندنا فيرمات اخرين ليه من اللور. دابا نوريهم لكم في شي حلقات ان شاء الله. ها انتم ها هو هذا، كتجي حتى هو نفس العمليه كتورك على هادي وكتدور. ها انتم الخير شت اللهم بارك، صافي وهكا كيدوز الماء اي يسقي لك المنطقه كامله اللهم بارك. شوف
راه شبعانه ما شاء الله، حيت شبعانه ما غاديش نضيعوا الماء، غادي نسدوه هكا باش هير يعمر الشريج ونطفيه ان شاء الله. اجي نوريكم البيره هاو، شتي الارض كي تحرطات كامله، اللهم بارك، كلشي هادشي تزرع وتحرط دروكا بلاتي يتسقى شي شويه وتضرب فيه الشمس شويه ان شاء الله، وغادي يولي بان لكم عالم اخر هنايا ان شاء الله في الحلقات المقبله غادي تشوفوه. الرمان كله بدا تينبت الوريضات ديالو، هادشي يلاه بدا كينبت بلاتي عمر ما باقي كاع تلقى منين دوز من هنا بالخضوره. وها هو البير اللهم بارك، موجود فيه الماء، كاين فيه 120 متر ما شاء الله، الله يسخر لينا فيه. دابا نبني ليه واحد القبه هنايا نتاع الكرياج، قبه باش تخشى فيها هكا باش تسد عليه. عرفتي كيفين ندير لها الديكور الاخوان؟ غادي ندير واحد الشبيك كبير بحال هكا نتاع الكرياج بحال شرجم، وغادي يتخشى وغادي تشد بالشيفويات من هنا باش ما تبقاش هاد الثقبه هادي من هاد البلاصه. شتي اللي فيها الخيوطه هي اللي كاينه صافي، هما راه مسدود اصلا، ولكن غندير لها شبيك كبير انا اللهم بارك. عاد تيول اخر اجي نوريه لكم الاخوان تشوفوه. هادشي اللي كنخرج من البيره هو تيتحيد من هنايا، شتاه ها هو التيو الاخر، هذا حتى هو من الشريج ديريكت، هانتوما شتاه هذا فين كيمشي، هذا ها هو التيو ديالو شتاه، هذا كيسقي هاد الفيرمات كامل، هما اللي على حسابنا تيدايز ليهم ديريكت كطلقو من هنا كيطلق ليهم الماء كاملهم من نفس البير من طبيعة الحال من هاد البير هذا، هذا هو اللي كيعطي لهادو كاملين. راهو يلا الاخوان تحياتي، تبعوا معايا باش نكمل الخدمه مع الطيور. هانتوما الاخوان العواد اللي قلت لكم راه موجود الخير تبارك الله، بحال هادو هما غير مشتتين وموجودين، هادو هما اللي بيت ندير البيروشات شتوهم، هادو غادي نديرهم الكالوبسيتو والبباغاوات المتوسطه باش يجيو في العبار ديال رجليهم. وركزوا لي على هذه المساله لان راه مهمه للناس اللي كيكون عندهم البيض ما مخصبش، وهذاك الشيء راه المشكل كيكون من الوقافه، يعني حاول دير الوقافه في الحجم ديال الرجلين نتاع الطائر او الببغاء ديالك، ماشي ديرها اكبر منه ولا صغر منه. هاني عطيتكم مثال كالوبسيت والببغاوات المتوسطه، هذا الحجم هذا مخير ليهم وتكون زاقيه وراسيه في القفص. وبالنسبه للبيروش كديروا لهم هذا القياس، هذا في القياس نتاع رجليهم، وتكون زاقيه وراسيه، وراه غادي يكون عندكم البيض مخصب ان شاء الله بحول الله. يعني هادو هما اللي قلت لكم راه غادي نجمع فيهم وغادي نبدلهم البيروشات وكلشي، غندير لهم هاد العصيات منين غنداويهم. دابا كي قلت لكم دروك راه فاش جبت بكم هاد الدوره هادي راه تقريبا غادي يكونوا عطشوا، ومازال ما غنمشيش، يلا غنمشي نخلط لهم الدواء ونبدا نحط لهم شويه تيكونوا عطشوا باش نحط لهم ويشربوا، باش اول ما يشربوا الدواء اللي غنحط لهم غادي نبدل لهم الماء ونرد لهم الماء الطبيعي ديالهم عاوتاني. وهذا الشيء هذا راه غادي يتنقى من هنا كي قلت لكم، هذا هو اللي كنتحفر من البير لهيا، بقى هذا الشيء محطوط هنا، دابا يتحيد كلشي ان شاء الله، وغيتبناو البيوت اللي قلت لكم لهيا نتاع الدجاج، بيت 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 من لهيا حتى للراس، وغيولي هنا مرعى فيه الفيزون والدجاج وجميع الانواع. تحياتي يلاه معايا نمشيو نكملو. ها هو الطر الاخوان كبيتو هنا، وشنو غادي ندير في هذا الماء هذا؟ من طبيعه الحال من بعد ما يكون السطل نقي ومغسول حتى هو مزيان، غادي نجيب البرودوي اللي غادي ندير لهم وغادي نديرو في المشيريبات ان شاء الله. والمشيريبات شنو غادي ندير لهم دابا؟ غادي نعقمهم، يعني غادي نعمر الماء هنايا نقي، ملي غنعمر الماء بلاتي تشوفوا، ملي غنعمر الماء نقي غادي ندير شويه جافيل، ما نكثرش جافيل او خل تفاح، ونغسلهم مزيان من الداخل ديالهم بواحد الشيطه كتدخل لداخل، ومن موراها بيت ندير البرودوي. ولكن البرودوي دابا ما غنديروش، غادي نغطي هذا الماء ونخليه واحد شويه حتى نغسل المشيريبات، عاد ندير البرودوي ونبدا نحط التيور بيكونوا يلا يلا, يلا عطشوا. وهذا الشيء راه يوميا كيكون عندي الاخوان، وهذا الشيء هذا اللي كتشوفوا دابا هي النص ديال المشيريبات. اما الا جيت ندور على كل شيء وعلي شحال غنجبد لكم هنا، هذا دابا غير البيروشات بوحدهم. من بعد ملي كنعمرو السطل بحال هكا غنجيب السطل اخر غنوريكم شنو غادي ندير. انا الاخوان البرودوي اللي غادي ندير
مخير الهيجان تاع طيور الزينه، ولكن بطبيعه الحال اشهار مجاني ما كاينش، ما غادي هكاك علاش درت لهم غطيت هذه القضيه هذه هكا. ولكن راكم عارفين الاخوان بحال ماكله اطعام الفراخ غير تنبينوها وتنشكروا فيها ولا دايره علينا الكرونا هكا اي برودوي. لذلك درت لي هذه القواعده هذا باش ما يبانش، وفي نفس الوقت ما كاينش اشهار مجاني هنايا. نقادوا الاخوان والطريقه باش بينقادوا انتوما، هذا بعدو هنايا باش ما يتوسخش، نحطو هنا ياكل وغادي نحلوها. باقي مسدود من طبيعة الحال، خصك أي برودوي بتاخدو ديما يكون بالكارانتي ديالو، يعني يكون باقي مسدود. نديرو ليه بحال هكا. أنا عرفت المقدار نتاع هاد الماء هذا، عابرو عارف شحال فيه في العبار، يعني غادي ندير 30، غادي ندير 30 غرام فهاد الماء هذا، وهاد المعلقة هادي كتعني غرام. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة، حداش، اثناش، ثلاثاش، 14، 15، 16. ديما معايا المساعد ديالي، ها هي حدايا الله يحفظها البنيه ديالي تبارك الله عليها، راه ديما تبقى معايا. يلا حسبي، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة. عاشقة الببغاء كتعلم الله يحفظها. يلا دابا نخلطو وغنديرو في المشيريبات إن شاء الله الإخوان. تحياتي أنا الإخوان، المسرح ديال البيروش صافي خوا، هادوك البيروشات راه أنستاليتهم بلاصتهم. نرجع دابا نكمل دوك العشاش اللي بقاو ليا. عاد الكوبلات راه كلشي درت لهم الدواء ديالهم، شفتوه كاع الكوبلات اللي مزوجين، كاع الكوبلات راه حطيتو لهم، حتى الآرة، الآرة راه حتى هي درت ليها الدواء ديالها. واهما كلشي راه عنده دابا الدواء، عرفتي كي حطيتو لهم مع كانوا عطشانين والله الا كي حطيتو لهم كلشي شرب. يعني دابا انا تيقنت انه كاع الطيور شربوا، بيت نخليه واحد نص ساعة وبيت نحيدو وبيت نجليهم ما طبيعي عاوتاني. انا كلشي اللهم بارك، كلشي عندهم الدواء ديالهم. وحتى الكوبلات اللي كبار ها هما، حتى الكالوبسيت زعما شتاه. المهم كاع اللي نتاع التزاوج راه درت ليه الدواء، بقى ليا الكناري اللي مازال راه هما الفوق، غنصايب لهم بلاصتهم لها نعلقهم، وبقى ليا الدياموند جولد والفيشر مازال ما خدمتش معاهم. هانتوما كلشي، شاط ليا واحد الذكر وانا نديرو هنايا مع هاد النتوات. هاهوما فين هو فين هو؟ هاهو هاهو يلا الاخوان، نتمنى حلقة اليوم تكون عجبتكم، تسناو ان شاء الله الجديد كيف ديما كيف العادة. تهلاو في راسكم، السلام عليكم ورحمة الله. ماكس ديما تيهرس ليا الطاسات، اشنو غندير ليه؟ هنا غنحول الطيور الاخرى، وماكس وجوليا غنجيبهم هنا، حيت هنا كاينه طاسه ديال الحديد شفتوها، يعني ما غادي يهرس فيها حتى شي حاجه. غنحولو في هذه الفوليره، ولكن من بعد ما نصبغها، ما حدا الفرصه دابا خوات غنصبغها دابا عاد نحول لها ماكس وجوليا. يلا تسناو جديد ان شاء الله الاخوان، تحياتي الله يعاونكم. انا الاخوه اللهم بارك، العشاش كاملهم سالاو، الاولانيين راه ساليتهم الباح، لصقتهم الاكولي والكاكاريكي والاخرين، وهادو هما ساليتهم. المملكه هي نهار على نهار كتنور بالمساعده ديال هانتوما، المساعد ديالي لابس الكومبيليزو ديالو وخدامه معايا اللهم بارك، كتعمر المشيريبات وكلشي، هي الغسلات هذوك راه هما غادي نعاودهم انا. تحياتي الله يحفظها وينورها، تسناو ان شاء الله الجديد الاخوه الله يعاونكم. شوفوا الكومبيليزو فونترون شي دايره. يلا الاخوه الله يعاونكم، تحياتي.